عند احد المنتهى المسؤول مدير شؤون دينيه يفضل يكون حاضر معنا في الشاي يتبنى يطرح يعني لا تفضل سيدي المدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد الفاضل أمين ولائي المنظمة الوطنية للمجاهدين، السيد الفاضل أمين ولائي المنطقة السابعة التاريخية، السيد الفاضل من جمعية كبار معقوبي حرب التحرير، أمين الشيخ إن شاء الله، الأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء، عائلة المرحوم يعني بن علي الشهيد رحمه الله تعالى، الأسرة الثورية من المجاهدين وأبناء الشهداء، السيدة الفاضلة ممثلة لمديرية المجاهدين، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن ما تفضل به الحاج المختار ولينا وأبونا والأمين الولائي المنظمة نقول له لا شكر على واجب. وشكرنا بحضورنا هذه المبادرة هذه التأمينية التي نتذكر فيها ونترحم على قامات من قامات الجهاد في الجزائر الشيخ بن علي وكذلك جلاد أحمد وغيرهم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول للمختار وللأسرة الثورية المبجلة لا شكر على واجب، بل نحن نتشرف ان نكون بينكم، ان نجلس بينكم في هذا المجلس المبارك، رغم كما تفضل الحاج المختار التزاماتنا المهنيه، لكن هذا واجب لا يقل اهميه عن التزاماتنا الاخرى. حينما نقف هذه الوقفه مع الاسره الثوريه المبجله التي تجاوب مع جميع اطياف وكذلك مكونات المجتمع الجزائري، ونحن نعيش هذه الفترة الحرجة التي فقدنا فيها أعزائنا وأحبابنا، كثير من العائلات فقدت عزيز، فقدت حبيب، كثير من الإطارات، كثير من الأساتذة، كثير من الصحفيين كما تفضل الحاج المختار، وكذلك الكثير من الأسرة الثورية المبجلة اللي فقدناهم في هذه المناسبة في هذه الأيام بسبب هذا الوباء الذي صنع عز وجل أن يرفعه عنا، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا علمنا ربنا عز وجل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأغتنم هذه المناسبة لأعزي أبناء الله تعالى في كل عالم، كنا نخرج في زيارات ونحن نحن وهو الحاج سعيد رحمه الله تعالى ورحم جميع المجاهدين الذين قضوا بهذا الوباء، وكذلك رحم الله الشهداء ورحم الله ايضا جميع اللي ماتوا بهذا الوباء اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان له باذن الله عز وجل اجر الشهيد. الشهداء بالامس سقطوا في الثوره دفاعا عن هذا الوطن، وهذا الشعب اليوم جميع فئات الشعب الجزائري ومنها الأسرة الثورية المبجلة المجاهدين راهم أيضا يضحون أنفسهم وراهم ربما نالهم من هذا المرض، فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يجعلهم إن شاء الله في عداد الشهداء رحمهم الله تعالى. إذا أختم هذه الفرصة لأعزي العائلة الكريمة لأعزي إطارات المنظمة كذلك جميع الأسرة الثورية الحاضرة معنا، ومن خلالكم أعزي جميع الأسرة الثورية في الولاية. أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الحاج المليء وكذلك الحاج أحمد الجلاد وغيرهم من الذين قضوا، ثم عز وجل أن يجعل الجنة مثواهم وأن يبدل إن شاء الله محبتهم بالصبر. وهذه الوقفة اللي رانا وقفناها اليوم هذه وقفة إجلال وشكر وعرفان، وكما تفضل الحاج المختار سي الحاج المختار بأنه إن شاء الله هذا الرجال مازالوا في قلوبنا إن شاء الله، و الدليل على ذلك انه بفضل هؤلاء الرجال وجدنا اليوم جيل يتواصل ويحمل المشعل من هذا الجيل الصحفي كريم بن سالم رحمه الله تعالى، اللي يعبر عن الجيل المتشبع بالوطنيه الذي يربط ان صح التعبير التواصل بين جيل الثوره
وجيب الاستقلال، وكأننا نقول للشهداء رحمه الله تعالى وللمجاهدين الذين منهم من قضى